يا حياتي الله الا بنيتي الله يرضي عليك امويتي الله يرضي عليك بنيتي توحشتك بنيتي الله يرضي عليك بنيتي لا بنيتي كديري انت شويه كيضرني القلب القلب بنتي القلب علاش غنقرا ونكبر ونولي طبيبه ونداوي الله اكبر الله يرضي عليك الله يكملك بعقلك امويتي يا ربي تبقى حياتك تكبر بنيتي وتكون طبيبه ودوزي لبنيتي عرفت ماما عرفت ماما كتعاملك خايبر تاني الكبر وتولي هي تولي هي بحالك ونعامل حتى هي خايبه لا لا بنتي لا 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 كبيده ديالي لا 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 ما ديريش كوك ماما كتبغيني عصبيه ومع الغوت ومع الدراري ومع مع نتوما مع القرايه ومع هادي لا بنيتي ماماك ما كتبغيني ماماك لا بنيتي ما ديريش بحال هكا كبيتي سيري قراي مع راسك وتخرجي ليا طبيبه واش كديري في المدرسه وكيدير تلاميذ ومع المدرسه وكيدير بعدا امتحانات لاباس انا كنود نقرا على قبلك باش نكبر ونساعدي وفادي عليك بنيتي الله يرضي عليك الله يكملك بعقلك يا حبيبه ديالي نوصيك واحد الوصيه بنيتي راه ما تقتل ما تحيي حتى الله يفهم امتك يا بنتي حتى الله يفيها ولا اله الا الله الله يدير تاويت الخير يا ربي يا ويدي صباح الخير صافا مزيان شويشي بغيت ناخذ سبرديلتي نتي مول فات تاخذ سبرديل راسك عيط لماما تجي تاخذها باقا ناعسه جدك فاقت اه مشيتي عندها اه سلمتي عليها اه كيبقات شويه شويه انا راه صافي سيري فيقي ماما فين ما نمشيو هي اش كيديري لا حول ولا قوه الا صباح الخير مرتي عزيز صافا صباح النور امورك مزيانه فين هي الصغيره انا مشيت للمدرسه وانا بابا باقي ما فطرش صافا محمد نسالي الماء على الرز شوف الفطور لا ما تسوبي الفطور تهلا لي في الويبه اليوم نديها للطبيب شوف عندها رونديف واقيلا اليوم قلتي لي انت البارح هادشي اللي قالت لي فهمتي ان شاء الله يليها فيها وكراتي غدي الحمام صافي واخا ماشي مشكل انا نسالي ونديها لك خصك شي حاجه خذيها من المغرب صافي واخا صافي مخصص كول؟ لا مخصصش شي حاجه يلا باي باي وتهلا بيا وبقيت تفطر لا بلاش تهلا في مو بقات لي موتي تهلا فيها ما صليت حتى في راسي زيديني هم عليها بالشارف الاخر بقات لك الفراجه راه انت براسك فراجه تلقيت القياد الراجل هذا غادي تسيزيو عليا انت وخويا الله يا بنيتي الله يجدر معاك صنطيني يا بنيتي راني توسخت وفي عمي عمي بنتي الله يرضي عليك يا كلام ديني الحمام بنتي ديك الحمام على هاد الكساف هادو ربيتهم على ودك انت باش نديك الحمام ما ديت حتى راسي انا وفاعي بنتي الا دخلتيني درتي عام قريج الماء سخنيه لي عام قريج وغسلي لي حالتي خنز مقدرش نعوم راسي ما نديرش نعوم راسي وانا مالي الله يجعلك ما تدودي واش انا بغيتيني نزيد هم على هم وانا بارك عليا بنتي القابله نزيد القابله حتى نسيا واش شي صافا با ولا مالكي وديري نفس ديري نفس وخرجي عليا من داري خليني نتوسع فيها الله يهديك بنيتي الله يهديك وسمعي عندك واحد الحاجه العقروشه وبعدي ليا من بنتي كتسمعها تخرجي عليها وبعدي ليا من بنتي خلات داف قريتها ما تقيتي بها عندك يهديك بنيتي الله يهديك بنيتي بدلي ليا بنيتي الله يرضي عليك بنيتي وحيدي من الصبوح واش عند بالك انا الصبوح هذا غادي يسرى معايا تبوحطي على محمد انا مريضه زعما انا غادي تبوحطي عليه وغادي نسيقك حياني بنيتي فيا الجوع علاش كديري لي وسمعي عندك واحد الكلمه فيك الجوع فيك الجوع راه الكوزينه ناضي طيبي خداك بوحدو انا ماشي خدامه ديالك هنا عندي صحه بنيتي ما عندي صحه نجوع عليك بنيتي انت دايرك مع بنيتي انت كتكربسي عليا وانا مريضه بغيت شي عدو قولي لولدي شي عليا عدو ما مخليا لي شي يدو ما مخليا لي بنتي اسمعي عندك حاجه كلمه الشريفه رزق راجلي نتمتع فيه انا وبنتي راه قسما بالله ويخسر لك جوج تبوحات والله وتقولي لي شي حاجه ولا تشكيلي على الدواء ولا الحمام اشوفي غندير معاك شي مصيبه راه ما تعجبكش عارفه انا فاش كطلع لي الجع الله يهديك بنيتي الله يهديك الله يهدر ياك بنيتي كرفس عليا ما كندير لا والو ولكن بنيتي داكشي اللي كديري ليا الله يجيبك الله ولدك يدير لك هادشي ملي تولدي ان شاء الله غيدير لك بحال هادشي اللي درتي ليا راه اللي دار شي حاجه كيجيب الله اللي يدير لي انتي ما ديري ليا وانا مرا كبيره وانا
سيريش مزروب خصني واحد شنو فلوس جيب من غير الفلوس هذه في شوف اختي نطلع عليها واش مرتاحه مع راجلها ايوا سيدي انا ما عنديش انا راه كاع ما خدام صافي نسيتي خيري ها سي شكون شكون وقف معاك نهار الاول ها صافي حيت نهار الاول انت اللي وافقتي على زواجي بوحمد تبقى ديما تمنى عليا بها وما عنديش حازان شكرا واش بغيتي نسرق راجلي باش انت نعطيني نسرق وماكش محسره ما نجيش عندك وما نقولش لك انا اصلا شي عارفك انا ديما تديري معايا بحال هكا صافي دابا حيت كون ديك النهار انا وقف ضدك وانت قلت لك لا وكذا كنمشيو لي فهاد الخير هذا وفهاد هضر معاه بشويه عدو سير انا صافي تسمعني ولا ما تسمعنيش انا شوف سمعني حسن سمعني سير دابا قبل حيت محمد هي وقيته راه سير المهم انا غادي نشوف كيفاش ندير لك ولكن ما وعدك بوالو تيرا دبر عليك ما تقولي لي من وعدك ما عنديش دابا والله ما عندي وصافي والله حتى غادي نعطيك راه غادي تجي عندي حسن انا تنقول لك اخي اسمعني بعدا بصحة كيجيب هاد الفلوس ها مصلحته باش يجي هو يعطيني لا اخ ديال الويل السلام يا ربي يا ربي انا كنطلبك يا ربي يا ربي وكنسعك يا ربي ترضي لي على وليدي يا ربي ترضي لي يا ربي ترضي لي على بنيتي وليدي تنجح يا ربي ويا ربي مراته الله يهديها يا ربي تهديها يا ربي تحنن قلبها عليا يا ربي يا ربي تحنن قلبها عليا وتهدى عليا الله يا ربي والله يسهل على وليدي يا ربي تساويهم وتلاقيهم في الخير والفرح يا ربي يا ربي تفرح لي وليدي كبيتي يا ربي سلام الوالد تهدي سلام الله يتقبل امين يا وليدي جيتك وليدي جيتي وليدي شويه شي حمام لا وليدي ما قديت نمشي ليه قلت شي مثلا ديك ما قديت بغات تديني وليدي الله يرضي عليها غديني وما قديتش والله وليدي ما قديت عيانة المهم خرجك في العشيه تقول لي مالك انتك شابحه عيانه اليوم ما عرفتش بقيتي شويه بعدا واه شويه وصافي حاسه براسي شويه عيانه وليدي وصافي سنديك للطبيب ان شاء الله وليدي سالي واحد خدمه ولا غنعطي الفلوس نعطيك فلوس انت وبدايا واخا كويتي واخا كويتي ديك الحنينه واخا تشوفي فهمه واخا فانا ودا ضعيفه مسكينه حنينه الله يرضي عليها اختي ليك مره كتضحك معاها اييه بنيتي الله يرضي عليها الله يرضي عليها الله يرضي عليك المدرسه الا جات وليدي راه مشات للمدرسه الدار باستني ودخلت للبيت بنيتي كويتي انا بغيت لها النجاح انا بغيت اتمنى تكون طبيبه يا ربي تكون طبيبه ولا ما حضرتش ولدي مت راه تقابلك حتى يوم ومرتك راجي باقي الله مطولك باقي فيا امين يا وليدي هذاك الشيء اللي بغيت نسمع من وليدي صافي واش غندير حتى جوالو ما محتاج عرضاتك وليدي الله يرضيك انا غنبقى ندوش عليا الوالده وغنتسكت سير وليدي سير انا راضيه عليك الله يحفظك الله يرضي عليك الله يكبر الله يعاونك وليدي والله يسهل عليك بغيتك كيما حطيتي يدك تنجح اوليدي شي ما انا مشيت محمد انت غادي تمشي وغادي تنسى الغدا ديالك شوف والله الا عقلي طايش انا مشيت والله يسير فخ سيت واحد اللعيبه ما قلتش باش نوجدوا لك عارفك ما كتاكلش ما كتزنقك كتضر وصافي تاخذي لواحد اللعيبه الوداد ما طلبتني البارح بغات شي حاجه خدها شي سرديله وخدها شي لعيبه بغاو المهم راه عيانه شي ديري شديت شي ديري لها تحاليل ياك خدي لها شي دواء صافي محمد تسخ تخسر فلوس ماشي سوق مع امي انا ماشي سوق ماشي زعما انا علاش والد الدريه صافي واخا علاش صافي انا ندير موصل سير لا وما تعرفش في العشيه صافي جيب معاك الديسير ما نتقداه من هنايا لا شي سير ما تعطلش عليا صافي اوف هادشي كامل يخسروا على امو انا ما عنديش انا كاع ما خدام صافي نسيتي خيري ها سي شكون وقف شكون وقف معاك نهار الاول ها ولا عرفتي شنو خويا اولا باش نوصيها بسم الله الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الحاجة غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هذا قلالي
نعم بنيتي جيتي. المهم من نسالي معاك هضرتي وغادي نوض لبيتي، وديك الساعه كملي قرايتك. واخا بنيتي، سمعتك كتهضري مع ولدي على التحاليل والضوء بنيتي. هانتي ها الوريقه تاعتك الضوء. هانتي بنيتي التحاليل، مولتي تنوض بجلاتي وبديني ندير التحاليل بنيتي. اسمع شريفه نقول لك واحد الكلمه. نعم بنيتي. هاد الفلوس هادو اللي كيدمر عليهم راجلي ولا كيضلل كامل وخدام عليهم هادو ديولي انا وبنتي، كتسمعي؟ وانتي ما عندك فيهم حتى شي ريال. ياك سمعي نقولك واحد الكلمه. نعم راه قسما بالله وجمد وقلتي لي شي حاجه ولا خرج من فمك شي فعل، والله تشوفي واحد وجه اللي عمرك في حياتك مشي. الله يرضي عليك بنيتي، الله يرضي عليك. المهم شنو؟ الله يرضي عليك، ديري لي التحاليل ودوزي جيب لي الدواء اللي انا ما شربتوش بنيتي، راه تيضرني قلبي. راه ويضر قلبك وموتي وتفرقع، اش بغيتي انا ندير لك؟ وشي وشي تصطيتي ولا وشي تزيدين هم على هم؟ علاش بنيتي اش درت لك انا؟ راك بنيتي زعما تاتي ودار ليك تسمعي ودار ليك وخرجي عليا من داري عبط الله، تخرجي عليا من دار شو كتفهمي راسك؟ هانت تبوحيط بعضيك سبحان الله، والدموع دغيا كيخرجوا لي. اسمعي نقولك واحد الكلمه، اسمعي نقولك واحد الكلمه، سمعي راه قسما بالله وجبتي لي صداع مع راجلي، الا غادي تشوفي واحد الوجه والله يزا ندمك على حياتك. او عندك الدار العجازه ياك بنتي، ياك العجازه الخرية دواك ياك بنتي وحاطين الاخرى ما عندي يعني ولي ولي شغا نقول لوجدي باش نفارقهم. والله يسا مرحبا بكم، خاصكم ديما تولوا تجيو لعندي سونسون. مرحبا بك الجنه. شبلي عندك سونسون بقى جي عندك انا كل نهار، ما عنديش مشكل. انت بعدا تسكت، انت اخر واحد تهضر، كتجي عندي على ود مصلحتك. كي داير اختي نجوى؟ لاباس عليك؟ كي داير مع الحمل؟ كيفاش باقا ما خرجات؟ باقا بزاف. ويلا اختي انا من الشهر الاول داكشي بديت نحس فيه. كي دايره بخير؟ والله ساعات البنيه ديما كتقول لي توحش خالي، نتوما جيتو هي مشات المدرسه. ولا كنظن انا الخير اللي غنلقى في ديك البنيه ما نلقاش فيك انت اللي اختي. ربما بنت اختي تكون حن فك مني انا. تا انا ولد خويا ولا بنت خويا هو اللي غادي يلقى في عليا ان شاء الله. تا هو الخير غنمشي. غير قفله الخير ان شاء الله. غنشوف حتى انا اختي غنمشي للدار. اه حبيبتي سير للدار سير. ياك بعدا حافظ الدار. شكون اللي حشرتي له قدام؟ ما بغيتش ندوي معاك. شي عاود مصلحتك تروح عليا الهضره ولا شنو؟ شوف انا ما كيعجبنيش هذا الشيء. سمعني اللي سمعنا حسن، سمعني حسن، سمعني خليها تجي الا بغات تجي، الا كنت انا خويا خاصني نحس بخويا في كتافي، ماشي يجي عندي على واحد مصلحتك. في جوج كتافك ها ها انت واحد كتف هنا وكتف هنا، يلاه عادي يلاه سال. شنو كنبغيك؟ لا لا خطيك الله شوف. هادشي اراش تحس بي. عاد بالك هذيك قديشيه راه ما كافينيش هذا الشيء. واش من نيتك عرفتي ما كاينش حل؟ قلت لك ما كافينيش هادشي مازال غنرجع. لا والله يا سنتي صاحب حق. شي ايام ربع ايام جدي لي الامانه كامل، واش انا شي شغي يدير لي هادشي دابا عند بالك تحس بها فيها مقديتيها. ما تبقاش تجي عندي. شوف ديما مضاربين بحال هكا. لا والله كنت تفكروا لي ما تسخرش. كان ضارب بغا يجيب لي كادو، قلت لي بلاش اخويا بلا ما نبرصطك. وديما. اش تفكر كان ملي جبدنا الاولاد تفكرنا هذيك الايام تصغر، والله سبحان الله العظيم الا واحد الاخوه دوز الثانويه عجيب اصلا. ديما كان كياخذوا لي بعدا من الصغر. الله يخليكم بعضياتكم. ما نخليوك اختي غنمشيو دابا عند الطبيب ومن بعد نرجعوا عندك ان شاء الله. نرجع عندك ان شاء الله. يلا. لا ماشي ما. صدي معاك الباب. صافي اختي. حياني عليكم. اخدي المصلح كل ما عطيتوش الفلوس كاع ما يشوف فيا. زوجة واحد المرأة جسمها طيب الله يعافيك. الزيت يا رفالة لاباس؟ انا باش انت بغيتي تمشي. وانا دابا غادي نرجع عندكم. شتي طالعة في الدروج ما بقاتيش تسنسر مالك؟ ماني انايا غادي بحال الدبة ديال مرتك. ما كطلعيش تسنسر؟ علاش؟ هاد الهضره كبيره ياك. ها قولي علاش ما كطلعيش تسالسل؟ عشان ماشي كيغلاي بحال مرتك. يلاه غنبقاو ندير البربوشه هنا. يلاه نمشيو واحد صافي يا سيري. يا خاصني ماما بغيناش بقا تلاقيت مع خالي ومرتو. تلاقيتي بخالك؟ اه راه يلا خرجوا. درتي اليوم التمارين؟ ساندويتش ديال الكليسي؟ يلا سيري ماما البيت كاجي معايا. سالي حبيبه. حياتي جيتي. عليك؟ بخير. فين الويد؟ خالتي كاينه في الطواليط.
انا مريح في البيت. واش داك شي حاجه؟ سخني لي الماء نتوضا. ليريز يا ربي جا دابا الا سولني على الدواء اشنو غادي نقول لها عباد الله؟ اشنو غادي نقول ليه؟ عندك غير داك العقرش اسمك تفضحني. شكون عرفت شكون دار شي الدواء واقيلا سولتهاش. شيماء واخا محمد انا جايه. فين مشيت فيها محمد؟ عيطيني كانت الكوزينه بغيت نسولك. خدتي امي الدواء؟ خالتي عطاتني فلوس الدواء وانا مشيت انا وياها. انت شوف محمد اصلا دابا حيت الدواء فهمت مشيت انا. شحال الدواء؟ واش خدتي الدواء ولا ما خدتيش الدواء؟ لا 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 وليدي لا لا خداتو ليا والله حتى خداتو ليا بنتي الله يرضي عليك خداتو. وكاينه وليدي محمد راه عاد خدو تيقولي لي خديتي لي دوش كتقولي لي تراعي لي بنتي. احس ضعقني انا اصلا. لا 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 بنتي خدات لي الدواء الله يرضي عليها وخرجتني. خصني نهضر وي وليدي خليني نهضر. كدوي معاك كتبقى تمتم وي خرجتني وداتني الجريده وطيب لي الدواء وداتني والله الله يرضي عليها الله يرضي عليها الله يكمل فيك. امين انتي بحال ماما. امين بنتي الله يرضي عليكم. شنو كملت وجدت ماما؟ يلاه نوضي بجيبي ويدي. سير حبيبي تهلات فيك الوالده؟ لا تهلات فيا ويدي. مرتاحه؟ لا مرتاحه انا راه عليكم جوجكم. شوفي احسن حاجه عندي في الحياه هي الوليدي. هي انتي راه انا عندي حتى وليدي والله عندي امي انتي وعندي هذيك ويدات انا بارك الله يرضي عليك وليدي. حق الله داك الشيء اللي كاين وليدي والله الا خدام على ودكم حق الله عيش غنشد شي حوايجي ونمشي نسافر انا وياكم ان شاء الله. هي ان شاء الله الله وليدي انا الله يرضي عليكم الله يكرمك. فين ولد وشو ما قبل لي في الطاوله؟ ها هو غنمشي نجيبو وليدي يلاه كنشرب الدواء كتغداتني وخرجاتني الله يرضي عليها وليدي. صافي وليدي انا كون ضربني خاطر وش حاجه دارتي راه غنقولها لك. الله يحفظك راه تعدي حتى والله وليدي. الله يحفظك انا ما قلت لك بويتي وليدي لما غنقولها وليدي. انا نوض نتوضا راه سخني لي الماء. سير الله يقبل لك. صلي وريح. صلي وليدي الله يقبل لك. تعالى وليدي نتفرجوا شويه انا وليدي ونضحكوا شويه. انتي لعبي هيك حبس اللعبة على سنقلقة حقاش ماما ديما كتضرب جداتي. ها ويلي على سنضربها ولكن ملي غنكبر غننتقم من ماما. تاقمي منها ودابا يلا نلعبو يلا. ساعتين باش تحلي عليا. كنت في الطواليط باش ندير كونطرا مع الطواليط. حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما كنا كنشتي خاصك فين ما تجي تنقر عليا. شحال دابا داز ديال الوقت؟ برك العصب يدير عليا الخر. بس باقي ما وصلونيش. شحال دابا داز ديال الوقت وباقا ما صيفطش ليا والو. وما عندكش الفلوس عبد الله. شنو خدامة حسن؟ شنو خدامة؟ ما عندكش الفلوس اش غادي دير؟ يلاه ضربني ما عندكش الفلوس حسن. دابا وليت أنا واش باغي تضحي عليا؟ انا باغي غير الفلوس. انا باغي الفلوس. كتشوفي باغي الفلوس وما عنديش عبد الله وما عنديش وانا برا كندري كنشري لك الكتب كنشري لك الكتب. هز عينك دابا هز عينك دابا هاد الصالون هذا ديال وحده ما عندهاش. وتبعزوني عبد الله. قولي واش هاد الصالون ديال وحده ما عندهاش. وتبعزوني عبد الله وانا نولي لك شي كيقحل العين. شنو راه الدار الطالي شي حاجه؟ عطيني فلوس ولا ما عنديش يلاه اش غادي دير؟ ما عنديش وصافي ما عنديش الحاجه. واش صافي صافي بابا راه بزاف هادشي. انا وليت تسطي دابا. انا وليت تسطي دابا. انا مالكم اش كاين؟ مالكم والو الحاج مالكم والو. ها ويلي ها ويلي خالتي خالتي نوضي لاله شيماء. اهلا جيتي تزوقي ليا؟ على ما غادي نتزوق مثلا. كلشي مزيان الحمد لله. شكون جا اليوم؟ جا حسن ومراته. مزيان باش عرفتيها؟ قال لي الكونسيرج العماره كان صداع في الدار. شكون اللي كان كيغوت؟ امي مريضه.
لا ماشي كنصداع في العماره غير مراس حسن مسكينه دراتها كرشه. ولا كانت دارها كرشه مره اخرى تبقى في دارها متغوت. امي مريضه انا واحد ما يغوت ليا في داري. صافا محمد الله يعافيك انت صافا عارف الحمال كي داس عليا. ماشي انا كنتعصب اي شيء يريح. مرحبا بي معزز مكرم. صافا خلاص مره اخرى لا وجيني وراك عارفين انا كارم هنا في المول. اصلا خالتي كانت ناعسه كاع ما سمعت وكاع شنو طرا ولا شنو. يلا انا غنوض نمشي نتفرج في واحد الماتش. عاوتاني غتصلحي لي انا نتفرجها في الدار. غتصلحي لي القميجه نجيب لي ديك الكومبلي ديالي ديري صافي. غادي تخطب شي وحده عندي واحد الاجتماع غدا الكبيره صافي. يخليك ليا كونسيير جوي لبقى ليا اي حاجه يوصلها ليا تا هو خاصني ندير ليه شي بلان. فين هاد الشميز هادي؟ اولا هادشي مالو مرون؟ محمد ما كيرونش ليا هادشي. اويلي الباب اويلي اجي انت فين غادي؟ انت شنو شحال انا بحال تعاملاتكم حسن الو حسن ما حشمتيش الشفار. الو الو يا الله دابا اش غادي ندير دابا؟ عرفت شنو غادي ندير. محشومش عليك محشومش عليك ها اش من عاصم صرفنا فيك اش درنا لك تولي سرق لي في داري ها انا حالي لك باب مريو يا بنتي بنتي الصغيره ما كنخرج تدخل بيت نعاس. حشم عليك اخواتي حشم عليك تسرقيني وكل حتى شي. لا 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 بشويه ما كتغوتي امي مريضه مالك. اسمع اسمع انا محمد جات لعندي جارتي فسيحه هي تعطيني السلسله ديال الذهب. دابا تعط الله جارتي انا اش دخلي البيت نعاس. قالت لي بنيتي سمحي لي راه مط راجلك جابت لي الذهب قالت لي خبيه ليا لدوار الزمان لا ولدي جري عليا. واش ما كديري في عمرك؟ والله ولدي اللي خديته الله عطاني موصي. حشم عليك اخي. شوفي امي انا تعرفاني ما عنديش مع الكذوب. انا ما غديتش ذهب ولا زرق. شفتي غير ماشي اويلي واش انا نكذب عليك على الجره اللي جابت لي الذهب؟ هو عباد الله دابا غيبقاو يسمعون فينا الجيران غتبقى تسطاو فينا. حشم عليك اخي. حشم عليك اخي تسرقي ولدك اخي ماشي حشم عليا. ولدي ما خونت ديري انا خونتك شي دابا. شنو عارفك امي واش خايفه من شي حاجه؟ خايفه شي نهار نجري عليك؟ ما نجريش عليك امي انا والله ما نجري عليك. حشم عليك اخواتي هو كيضلي صحيح. عايش تغوشي على امي. ما وليدي ما خونت شي حاجه. صافي امي رنا على الشيطان. ما خونت شي حاجه. صافي بقاو تعصبوا فيا منكم لبعضياتكم هنيوني انا هنيوني. حشم عليك امي تحشم عليك. والله ولدك كيجري عليك سمعتي مزرعه ولدك كيقول انا مزوقه فيك بنتي انا مزوقه فيك وليت تطلبي دابا وانا مزوقه وشي بغيت ولدي ما يضربش شي غضب اليوم. كتسمعي ولدك نسيي عليك ولدك ولا كيكرهك. انا عارف ولدك كيعطيني بطلب انت عطيتيني ولدك ولا كيكرهك. انا مزوقه اي شيء انا مزوقه ما تزوقيش فيك العار وبعدي مني. ها انا عارف بنتي لا بنتي ولدك ولا كيكرهك. عرف مو انا صراخه بعد ما يدير لك هاي صيفطك هاي صيفطك عارف هاد العجازه. شوفي يا ولدي انا مزوقه فيك ما بقيتيش تشوفي. انا مزوقه انا نحرشو لك مزيان عارفك شفاره يا شفاره. يا الله يرحمك يا بنتي رحمي. ما بقيتك تموتي كتسمعي ولا لا ما بقيتش عارفين خرجينا من حياتنا عند بزينه. قلبي صباحي قلبي مسكينه قلبي طيح قلبي سيري صباحي طيح مسكينه صباحتي صباحتي مزيان. دير لي موسى حمار. خالتي جميله خالتي جميلة خالتي جميلة أميلي خالتي جميلة محمد خالتي جميلة أميلي شنو درت محمد محمد خالتي جميلة ما ديري حاجة خالتي باش أنا خدمتك أنت الزبالة أنت الزبالة أنت اللي بقيتي كديري مع حماك بس أنا صرخت لي الدم. خالتي جميلة محمد بلاجي يا مرحبا يا خويا البركة فراس. شمعت بس صعيب سولني علي انا حسن بخير شمعت بس خويا فراس خويا من تصبر اخويا اللهم امين. شي واحد ما كيعوض والديه ولكن الحمد لله الحمد لله. خويا خصك شي بيت في بيتنا. لا اله الا الله ليما بركة فراسك شي من جد نسيت. ما يعرف الله يزيد شي ويسالها والله يزيد ما كان معاش لا ليل لا نهار. شيما الله يرحمها مسكينه. ناري باز محمد فراق ام سعيف صافا هي بقات فيا مسكينه. الزربيه كانت ظريف ودرويشه وما تاش فيها الراس مشات باقا صغيره مسكينه مشات باقا صغيره.
انا نخليكم نوض عاد محمد. نخليك مزيان نوض وجد لكم شي حاجه بركه. بركه حاسه نوض وجد لكم شي حاجه تشربوها. خليك تعمل. الله يا ربي الله مسكينه على ميتي الله يا ربي الله. شي محروقه مسكينه من جيت. نجو؟ نعاونك شي حاجه. ابي اللي اختي واش عندهم شي راسك راه طيب قريب يسالي. بغيت نهضر معاك واخا كاين العجوز سمحي لي بزاف. تهضري معايا مالك كاشكيل. اختي شغنقول لك راه خوك راه غارق كريديات وانا حامله والله المرض. وانا عارفه اختي حسن من زمان هو غارق. لا دابا زاد غرق والله الا زاد غرق. وشنو هو المعمول؟ ما عرفتش ما عرفتش ما نقول لك انا حشمت والله حشمت نقول لك ما. شنو دابا واش بغيتيني نعاونكم شي حاجه؟ ايه الصراحه. المهم راكي عارفوني دابا حامله هو يتشاوى ما خدام صافي ما دير بالك والو انا نشوف مع محمد اختي راه انا ما عنديش محمد مع العزول عزاين كيتقاداوش يكون خير اختي يكون خير انا اللي عارفه اللي كاين سمحي لي ماشي مشكله اختي صافي اجي عاوني نيت خلي هو يمشي يشوف محمد مالك بارك بوحدك بارك تفكرت بميمتي مسكينه الله يرحمها مسكينه الله يرحمها يا زيار ويجدد على الرحمات وصافي محمد ما دير في بالك والو نوض راه وجدت اتاي نوض ناكلو مجموعين نوض لان عاد هي الحسن بغيت ندوي ليها حسن واخا ياك ما كاين باس عيطي ليا الحسن حسن شوف محمد ما عرف شنو بغاك حاول تواسي وحيد لي التيفون كيبقى يشوف تصور المهم بقى تيحماق ليا انا محمد اخويا محمد الله يرحم مسكينه في هذا النهار وسع عليها خلات لي خوت خلات لي فين شوف خلات لك صحيحه وخلات ان شاء الله تبقى تدعى معاه وخلات ولد صالح الله يكمل عليك اخويا وصافي هذا الشيء اللي نقول لك الله يرحمها في هذا النهار خلاش بلاصتها صراحه عشان ما عمرنا سمعنا كلمه العيب شحال وحنا مناسبين معاكم ما عمرنا سمعنا منها مسكينه كلمه العيب الله يرحمها في هاد النهار مسكينة كانت ولية ديال الخير وتعاون مع الناس وأي واحد بغا شي حاجة عطيها ليه كانت ولية جاب ليا الله وليد معطانيش الله الوليدات بزاف مسكين الحمد لله خرجتي ليها أخويا محمد شي يقول لك الولد من الوالدين الحمد لله راه خلات واحد الولد موراه بخير الحمد لله الله يحفظك علينا سمعت مرتي قبيلة كتهضر مع شيما في الكوزينة وقالت لها خاصك شي فلوس وباغي دوز ليها ولا شي حاجة بحال هكا خوك أنا احتاجي شي حاجة راجي عندي واش ماشي أول مرة غنعطيك ولا ثاني مرة انا راه شي حاجه راه مكملش عليك الله يكبر بك انا نعطيك شي امانه ندي مرتك للطبيب طبيب مسكين كيصوني ليا ما قلت لي ما عندك نوجد الامانه وصوني ليا مسكين انا خوك حسن انا عطيك فلوس بارك الله فيك سير هاك الامانه شد خليها شد 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 الامانه سير تعاون بها انت ومرتك الله يجيب لها الشفاء خوك انا فهمتيني وجي مره مرات ولا لاختك عندها انت خاصني شي فلوس و شفرت اختي الذهب دخلت من الدار وما بغاش يعطيني وي اللي حاس شفرت اختي الذهب اخويا اسم محمد والله اخبار راسك حسن واحد الحاجه بعد الذهب اللي شفرتي انت وهادشي اللي درتي ولا رشاو ان شاء الله اختك اسمع انا محمد جات لعندي جارتي فسيحه هي تعطيني السلسله ديال الذهب دابا زعت الله جارتي انا اش دخلي البيت نعاس سباتهم في امي بسبب هادشي امي انا جات ازمه قلبيه وماتت ليا وانا كنترجل معاك ياك وكنتعاون مع اختك بغا ردك راجل ولكن ما صدقتيش راجل تقاد الفلوس نوض اخويا مرتك وسير خرج عليا الله يرحم لك الوالدين نوض اخويا خرج عليا الله يرحم لك الوالدين اسمح لي ونوض خرج عليا من داري قتلتوا لي امي